صاحب المبادئ، انتخبوه الراجل الحر، انتخبوا الراجل الحر، انتخبوا الراجل الحر، رجل المبادئ. هما الرجاله كده ما وراهمش غير النكد، العيب في الظروف اللي بتخلي الشرفه اللي زينا مش عارفين يعيشوا. لو انت صادقه، العيب فينا احنا اللي ما بنحاولش نغير ظروفنا. عرفت يا ابروات ان 18 الشهر الجاي اجازه؟ اشمعنى؟ انتخابات مجلس الشعب وهيعملوا هنا في المدرسه لجنه. انا عمري في حياتي ما انتخبت. يبقى ما تلوميش الظروف بقى، احنا اللي سلبيين، بنضيع حقنا وبعدين نرجع نشتكي. ما عندناش سوشيال بوليتيكال كومبريهنشن. اللي انا مش فاهمان ايه اللي يخلي الناس تستربع على طولها مجلس الشعب؟ عشان الحصانه يا حبيبتي. لا يا حبيبتي، مش الحصانه وبس، اللي بيخش المجلس بتبقى امه دعيانه، مركز قباها وقيمه وسيمه، ده غير بقى الشقق والعربيات والامتيازات اللي بالهبل. هو ايه الشروط اللي بيطلبوها عشان الواحد يرشح نفسه؟ حضرة الوكيلة استاذ عزيلة، اعلان المحكمة ده جالك، عندي جلسة اداب الاسبوع الجاي، انا مضطرة اخطر مدير المنطقة التعليمية، واعتبر لنفسك موقوفة عن العمل لحد ما تخلص الحكاية دي. بقول لك ايه يا عم مقصود، تعالى بيومي، انا عايز اكلمكم في موضوع. هل ممكن نعمل جمعية مع بعض؟ بس انا بصراحة داخل على جواز، مفيهاش حاجة اعلى من ساعد بعض. الف مبروك يا بخيت. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك يا رب. ماشي تخش معايا جمعية خميس؟ جمعية؟ بقى بتشتغل في المخازن ومش عارف تدبر حالك؟ قصدك ايه؟ اصحيح، ما انت شلح. ايه شلح دي؟ يعني عصفور. بقولك ايه، ما احبش الترسين، مالها المخازن فيها حاجه؟ فيها وفيها وفيها، اخر حلبسه. حلبسه؟ اه، نه وشفط وتبديد. انا تحت ايدي مستندات وزون صرف وتقارير استلام وبضاعه داخله وبضاعه رايحه وبضاعه جايه وبضاعه واقفه وبضاعه نايمه. هتقريبا كل بضاعه جديده تيجي يمضوني ويوزعوني، وانا فرحان قوي عشان بزوغ وباخد اوفر تايم. هش، وطي صوتك. وطي صوتك ليه؟ هو انا اللي بسرق؟ انا كده طمنت لك يا رفيق. رفيق مين؟ انت. انا مش مرافق حد. انت رفيق يعني زميل. انت متاكد؟ ايوه جدع. لو عبوا في حاجه. لا رفيق. يعيش ناس بيه عمال، يعيش ناس بيه نصير 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 عمال. اصدقائي وزملائي العمال، اوعدكم لما انجح واخش المجلس، وده بفضل الله وبفضل ثقتكم فيا، أوعدكم أن أجعل من هذا المصنع صرحاً وفخراً للصناعة الوطنية، وأوعدكم أن ألبي كل طلباتكم ومتطلباتكم العمالية، والله ولي التوفيق. شكراً. فرصة وهو داخل انتخابات، تقدر تكلمه؟ وكلم أبوه كمان، فين المستندات؟ كلام خطير جدا، انا مش قادر اصدق ان الحاجات دي ممكن تحصل في الشركه عندي. انت متاكد من الكلام ده؟ طبعا رسمي بيه متاكد، والمستندات هي اللي تثبت كلامي، وعلى العموم سيادتك ممكن برضه تعمل جد وتحقيق وتتاكد بنفسك. على اي حال انا متشكر جدا انك انت جبت لي المعلومات دي، انت مثال العامل الشريف الذي يستحق مكافاه كبيره جدا. يا باشا انا عملت الواجب مش اكتر. طيب. انما لو سيادتك مصمم، انا اصلي مقدم على سلفيه عشان داخل على جواز. اوي اوي، اكتب الطلب وانا هوافق لك عليه فورا. مش بس كده، ده انا هرقيك كمان، هنقلك الورش عشان ابعدك عن الجو الفاسد بتاع المخازن ده. يا باشا اللي بتعمله ده كتير، انا يعني ربنا يخليك، ربنا يخليك لمصر. شكرا. اوي اوي اوي، انت قلت لي اسمك ايه؟ بخيت يا فندم، بخيت حنيدق الميطل. بخيت حنيدق حنيدق يا فندم، حنيدق، هي بتتكتب قاف انما تقال الف، بخيت حنيدق المهيطل. حنيدق. طيب على نوم تقدر تمشي انت دلوقتي، وبعدين ارجوك اما توصل لاي معلومات تيجي بلغاني فورا. تمام؟ وبعدين في حاجه مهمه لازم تعرفها، انا باب مكتبي مفتوح لك في اي وقت. يا باشا النهارده تاكدت ان في امل.
في امل في البلد دي تبقى كويسه طول ما امثالك موجودين. ربنا يخليك، ربنا يحفظك لمصر، ربنا يكتر من امثالك، ربنا نجحك في الانتخابات. عارف حضرتك؟ روح يا شيخ، روح روح. مرزوق، وصل لي المخازن فورا. سبع ولا ضبح؟ سبع طبعا، الرسم بيه ده راجل هايل، راجل عظيم، تخيل وافق لي على السلفه وهيرقيني كمان. والحلبسه اللي في المخازن هيعمل فيها ايه؟ ماليش. مش بقولك انك شلح. استنى هنا اخيرا، انت رايح فين؟ الباشا قال لي بابه مفتوح لي في اي وقت، فابعد انت عشان ما تتاذيش. ها؟ استنى هنا خينا. الله، المعلومات دي لو كانت وصلت لمجلس الاداره كنا روحنا كلنا في داهيه. مين دول؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت ازاي تدخل البني ادم ده عليا من غير استئذان؟ اه سعاده الباشا. استنى بس، استنى، انا كنت عايز اعرف هتعمل ايه سيادتك في موضوع المخازن. طيب هكلمك بعدين. نعم، انت مش اتنقلت الورش، عايز ايه تاني؟ انا كنت بسال بس، يعني مش انت ما تسالش، ده مش شغلك. انت تنزل من هنا على الورش على طول. موضوع المخازن ده مالكش دعوه بيه خالص. ازاي بس يا باشا؟ ده مال عام. وانت مال اهلك؟ الله، اما انت راجل قليل الادب صحيح، امال مال اهلك انت؟ ازاي ولد انت تكلمني بالطريقه دي؟ قصاد الوقاحه بتاعتك دي مفيش سلفه. وانا مش طالب سلفه، انا طالب تحقيق بقى بصراحه. كده عظيم. مرزوق، امر اداري فورا بوقف الولد اللي اسمه حنيده ده عن العمل واحالته للتحقيق. مبسوط حضرتك؟ اتفضل بره بره. روح يا شيخ، ربنا يخرب بيتك، ربنا يصعدك في الانتخابات. امشي ورا، ربنا يخلص مصر من امثالك. والحق مش عليك، عارف؟ ما انت حرامي. هقول لك ايه، انا بقى هفرجك يا رسمي بيه. حرامي امشي، عشانك حراميه. انبسطتي بجد؟ مبروك على البحر على طول. سلمي لي على بابي ومامي. اوكي. واختك سناء، ها؟ تليفونات. برافو، انا مبسوط من شغلك قوي يا انسة حديدة. جلال، ابقى احطها معاك في قوائم الانتخابات. تحت امرك يا مصطفى. تعملي ايه؟ حبيبي انا مش مبسوط من شغلك خالص يا سهير. يا فندم. بس مش كلام فارغ، تعالي ورايا. تعالى عوض، تعالى. عصبي قوي مصطفى حبيبي. اصل مشاغله كتير. ده غير انه نازل في خدمة للشعب. ربنا يكون في عونه، باين عليه انسان محترم قوي. نائب محترم ومحترم قوي قوي قوي. واللي يخلص له ياخد منه عليه.